التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. شوطنا الثالث عشر تعلن بداية وانطلاقة في منافسات هذا الصباح وأيضا انطلاقات الستة كيلومترات المسافة الخاصة بسن الإجذاع. نتابع هذه المنافسات هنا على أرضية ميدان الشحانية في رابع أيامنا ضمن هذا السباق المحلي الثامن في فترته الأولى. نتابع أيضا هذه المنافسات متابعين الكرام. نسير مباشرة إلى أول المراكز أتابع الصدارة ومقدمة هذا الشوط هنا مع خيرة محمد بن علي بن حمد بوصلعه هنا مع البداية والصدارة. ثاني المراكز طايلة محمد بن هادف بن علي الانديلة هنا المتواجد والمنطلق مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء تواجد من العكلة مسفر بن علي بمسفر بسفران هنا القادم مع ثالث المراكز. بينما رابع المراكز مشاهدينا الكرام تواجد من اختبار عبد الله بن خليفه بن محمد بن شاهين المرر هنا المتواجد والمنطلق مع هذه اللحظات مع رابع المراكز. خامس الاسماء واختتم بها النداء الاول هنا الدوحه لسعيد بن راشد بن عبيد المريزيك المري من تصل خامسا في هذا النداء الاول متابعينا الكرام. خمسه مراكز منطلقه متابعينا الكرام. نعود الى البدايه نتابع الصداره وانطلاقه خيره هناك على اول المراكز. ركز يا ابو صلعه هنا مع البدايه وانطلاقه خيره على الصداره. محمد بن علي بن حمد ابو صلعه هنا من يتواجد على اول المراكز. ثاني المراكز تتقدم مشاهدينا الكرام العكلة بشعار بسفر بن علي بمسفر آل سفران المري هنا القادم والمتواجد مع ثاني المراكز. من الجانب الآخر تقدم من اختبار في هذا الاختبار هناك القادمة مع ثالث المراكز عبد الله بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر من يمر بن المرر هنا إلى ثاني المراكز مع اختبار. رابع المراكز شعار بن ديلة هنا المتواجد مع طايلة محمد بن هادف بن علي بن ديلة مع رابع المراكز. ولكن من الجانب الآخر أتابع الاسم القادم من تقدمت بدورها مشاهدينا متابعين الكرام. هناك من الجانب الآخر الاسم القادم والمتواجد الدوحة سعيد بن راشد بن عبيد المريزيق المري هنا يقدم الدوحة مع هذا الانطلاق الممتاز مع ثالث المراكز. ولكن أعود إلى البداية أتابع الصدارة خيرة هناك عسافة الأمر خيرة هناك خيرة انتصفت المسافة وخيرة مشاهدين الكرام على المركز الأول على الصدارة كما تتابعونها في الكادر الأعلى عبر قناة الريان. خيرة لمحمد بن علي بن حمد أبو صلعة هنا ينطلق مع البداية والصدارة. بدري أبو صلعة هناك انطلاقة ممتازة من خيرة ولكن أتابع القادمة الدوحة قادمة مع ثاني المراكز. سعيد بن راشد بن عبيد المري رابع او ثالث المراكز. هنا التقدم مشاهدينا الكرام من اختبار عبد الله بن خليفه بن محمد بن شاهين المرر هنا القادمه مع ثالث المراكز. ولكن وصلت انتفاضه اشعيل بن حمد بن خليفه العطيه القادمه مع هذه اللحظات مع رابع المراكز بمتابعه سعيد بن بطل زعبي هنا من يتابع ايضا انتفاضه القادمه مع رابع المراكز. خامس الاسماء مشاهدينا الكرام طايله لمحمد بن هادف بن علي بن ديله مع خامس المراكز. ولكن الاسم القادم تقدم من ضبيه عاطب بن عطيه بن حسن القرشي ومن الجانب الاخر هناك العكله مسفر بن علي بمسفر بالسفران المري الاسماء القادمه متابعينا الكرام. ولكن اعود
يعود إلى الصدارة هناك مقدمة الشوط. الله يا أبو صلعة هناك يبدأ بالبداية ينطلق مع خيرة على المسار الأول هناك بهذا الأداء الممتاز. وحيدة هناك على الصدارة خيرة تنطلق أيضا بأداء رائع. ركز يا أبو صلعة حافظ على هذا التقدم هنا من خلال تواجد خيرة على الصدارة. 3 كيلومترات ما تبقى عن النهاية ثاني المراكز. الله يا انتفاضة انتفاضة قادمة متابعينا الكرام هنا مع ثاني المراكز شعيل بن حمد بن خليفة العطية ومن الجانب الآخر تواجد الدوحة سعيد بن راشد بن عبيد المريزيق المري. ولكن الأسماء القادمة أتابع القدوم هنا القادمة والمنطلقة مشاهدينا الكرام. اختبار عبد الله بن خليفة بشاهير المرر وصلت ضبية ضبية القادمة هنا مع خامس المراكز عاطب بن عطية بن حسن القرشي هنا القادم والمنطلق مع ضبية مع خامس المراكز. وصلت الأسماء وصلت الشعارات هنا قدوم من العنود عبد الله بن راشد بن محمد آل نديلة هنا يتواجد الأسماء القادمة مشاهدينا الكرام. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط خيرة على الصدارة خيرة على مقدمة الشوط هناك بالبداية والصدارة محمد بن علي بن حمد بو صلعة هناك على الصدارة خيرة على البداية. الله يا أبو صلعة خلاص 1200 افتتحنا لافتة 1200 ما تبقى عن خط النهاية. حافظ على هذا التقدم حافظ على هذا الأداء الممتاز هناك مع خيرة. خيرة أعلنت أيضا المغادرة مع اللحظات الأخيرة ولكن انتفاضة انتفاضة قوية قادمة من خلال المراكز الأخرى هنا وتابع انتفاضة وشعار العطية شعيل بن حمد بن خليفة العطية القادم والمتواجد مع انتفاضة سعيد بن بط الزعبي. ركز مع هذا الأداء ولكن وتابع القدوم وصلت جلمودة عجيب بقبلان اليامي يصل في هذه اللحظات وهناك العنود عبد الله بن راشد بن محمد بن ديلة ولكن الأسماء بن قطامي أيضا يصل في هذه اللحظات ينطلق من الجانب الاخر يقدم شعاره مع هذا الاداء الممتاز. وصلت شراره بطحان بن هادي بن بطحان الف هيده المري يصل في هذه اللحظات ولكن اعود الى خيره. الله يا ابو صلعه مشكور على هذا الاداء وانطلاقه خيره منذ البدايه قامت الشوط راس والى هذه اللحظات هناك تعلن التواجد تعلن الانطلاق الممتاز خيرة هنا مع هذا الأداء الرائع. الله يا أبو صلعة مشكور على هذا الأداء الممتاز هنا مع خيرة محمد بن علي بن حمد بن محمد أبو صلعة هنا مع خيرة مع الأمتار الأخيرة يظفر بناموس هذا الشوط مع خيرة. قامت الشوط راس وانهت هذا الشوط راس. مشكور يا أبو صلعة نهنيك على هذا الفوز والأداء الممتاز هنا خيرة ولحظة وصولها إلى خط النهاية تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن حمد بن محمد أبو صلعة على هذا الفوز. ثاني المراكز وصلت شرارة بطحان بن هادي بن بطحان الفهيد المري. ثالث المراكز وصلت انتفاضة شعيل بن حمد بن خليفة العطية. رابع المراكز وصلت الدوحة سعيد بن راشد بن عبيد المريزيق المري. خامسا رابع المراكز وصلت جلمودة عجيم بن قبلان آل صمصام اليامي. وخامس المراكز طايلة محمد بن هادف بن علي بن ديلة الحسنة. إذا التوقيت الزمني متابعينا الكرام 9:21 سبع أجزاء من الثانية. نهني مالك خيرة محمد بن علي بن حمد بن محمد بو صلعة على هذا الفوز. ثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من شرارة 9:24 جزء واحد من الثانية. نهني مالك شرارة بطحان بن هادي بن بطحان الفيدة المري. ثالثا وصلت انتفاضة ب9:24 ثمان أجزاء من الثانية. نهني شعيل بن حمد بن خليفة العطية تهانينا والناموس للجميع.